مساء الخير على كل السادة المشاهدين، وحلقة استثنائية عن قمة جدة والتي جمعت القادة العرب بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن في أولى زياراته للمنطقة. زيارة قد تكون متأخرة قليلا، ولكن نقول بأن الأمة العربية توحدت في خطاب عربي إعلامي مهم. هذا الخطاب كانت مؤشرات إيجابية بالنسبة للدول العربية التي كانت متحفظة جدا على هذه الزيارة. تمام يا أحمد، فعلا وأهلا ومرحبا بك. فعلا نحن كدول عربية نواجه الآن تحديات كبيرة وكثيرة، ربما لم نواجه هذه التحديات في عقود مضت، ولم نواجه هذه التحديات مع كثرة التحديات والأزمات. اسمحوا لي ونحن نتحدث عن هذه القمة الناجحة أن أذكر كلمة السيد الرئيس كما جاءت بعض الجمل في كلمته. ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الحكيمة خلال مؤتمر جدة وقال: إن لمصر تجارب تاريخية جديدة في المنطقة، وكانت دوما خلالها مصر رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو الخيار الاستراتيجي الذي صنعته مصر وفرضته وحفظته وحملت لواء نشر الثقافة إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع وهو سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن واحترام حقوق الآخر. أيضا السيد الرئيس أكد على كل الجهود المشتركة العربية تجاه هذه القمة وبالتحديد تجاه القضية الفلسطينية، وسيد الرئيس دائما يذكر بأن القضية الفلسطينية لابد أن يكون هناك حل، وأن يكون حل دولي، وأن يكون هناك أيضا شرعية هذه الدولة وأن تأخذ كل الحقوق الدولية الخاصة بها. نحن كأجيال كبيرة وأجيال الحقيقة طالت المدة، هناك يعني من توفاه الله ولم يستمع لهذه الكلمة بأن الحق عاد والأراضي الفلسطينية عادت إلى أهلها. خلينا نستمتع نحن ونحن عايش كأجيال بأن نحلم بأن تعود الأراضي قريبا، وأن نستمتع بكلمة متعة السلام. متعة السلام أن نحتفي ونحتفل جميعا كعرب في الأراضي الفلسطينية بالأراضي الفلسطينية. وأنا أذكر الدولة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية، لابد أن أرحب بالزميلة العزيزة التي تعود إلينا مجدداً، الزميلة ياسمين. ياسمين وحشتينا، ومن اسمك يأتي الياسمين من دولة فلسطين. مع ياسمين الكلمة. شافك الغالية والحبيبة، أكيد أنا مشتاقة لكم كتير، أنت وأحمد وإبراهيم. هو اشتياق ممتد بحجم الوطن العربي من ألفه إلى يائه، اشتياق لهذه الحالة التي وضعتنا بها قمة جدة، لكل معاني السلام والمحبة والوئام والكلمة الحرة والحقيقية التي أكدت على موقف الشعوب العربية الدائم الذي ضحى بالغالي والنفيس لأجل القضية الفلسطينية وضحى بدمائه لأجلها. اليوم قبل قمة جدة لن يكون أبداً كما بعدها، فاليوم أكدت الشعوب العربية أننا كالبنيان المرصوص في وجه كل الصعوبات والمشاكل وفي وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي. واليوم نؤكد من بيت للكل، بيتنا العربي الموحد، أننا على ذات الطريق، وأننا كما بدأنا وكما سننتهي، يد واحدة وجسد واحد وصوت واحد جميل، نتناقش ونفتح همومنا ومشاكلنا وطموحاتنا وآمالنا. مكملين معكم مشاهدينا وننتقل لإبراهيم. شكرا لك ياسمين، وألف الحمد لله على سلامتك. أكيد لا شك بأنه قضيتنا واحدة، ونحن اليوم نتحدث عن قمة جدة للأمن والتنمية وما جاء فيها من محاور ومخرجات، ونؤكد أيضا بأن فلسطين هي قضيتنا الأولى وقضية العرب جميعا، وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين. خليكم معنا في هذه الحلقة بما جاء فيها من مواضيع تخص قمة جدة للأمن والتنمية. صحيح يا إبراهيم، في مؤتمر جدة كان بشكل واحد توافق عربي كبير على مواجهة التحديات والأزمات العالمية، وكانت كلمة السيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أن أبرز أولويات العراق إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يلبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقفة حقيقية في ضد جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني. ويؤكد العراق أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية والدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية.